في حدث خاص بالإعلاميين بمدينة لندن جربنا لعبة الأكشن آر بي جي المنتظرة Final Fantasy 7 Remake بدعوة من الناشر والمطور Square Enix. طبعا سبق وجربنا اللعبة في معرض E3 2019، لكن هذيك المرة ما قدرنا نسجل لكم فيديو للعب. هالمرة سمحوا لنا نجرب جزء أكبر من اللعبة وصورنا لكم اللي لعبناه كامل. بدأنا مع الفصل الأول من اللعبة ومع اللحظة الأيقونية اللي تشوف فيها كلاود على القطار، ومع وصولها إلى المحطة يقابل أعضاء فرقة أفالانش. هالفرقة تتكون من مجموعة شخصيات مثل بيرت، جيسي وبيجز. مهمة كلولة هي تدمير محول الماكو. أول شيء لاحظناه هو التغييرات في نص اللعبة، وهالشيء باين في المحادثات بين الشخصيات. بالنسبة لنا شفناه تغيير منعش ومضحك. طبعا أعضاء أفالانش جايبين البطل كلاود كمرتزقة عشان يساعدهم خلال هجومهم على المحول الأول. كان لنا عدة مواجهات مع جنود الشنرا وكلابهم، وأعجبت بأسلوب اللعب أكثر. نظام القتال الجديد يستخدم عداد الـ ATP اللي يمتلئ لما تضرب ضربات كلاود العادية، هذا غير وجود زر مخصص للصد وثاني للتفادي. لما يمتلئ عداد الـ ATP تقدر تستعمل مهارات خاصة مختلفة، بعضها يضرب ضربات قوية وغيرها يعطيك ضربات ترفع من عداد الدوخة عند الأعداء. لما يمتلئ يدوخ العدو وتصير لضرباتك تأثير أكبر. طبعا عندك خانتين للـ ATP، واستخدام كل مهارة خاصة أو سحر أو علاج بيستعمل خانة ATP كاملة. هذا أعطى طابع استراتيجي مع أن أسلوب اللعبة يميل إلى الأكشن. خاصية ثانية مهمة في القتال هي وجود أسلوبين للضرب، وهذه الميزة خاصة بكلاود. الأسلوب الأول اسمه Operator Mode، وهذا يعطيك ضربات عادية، بينما الأسلوب الثاني اسمه Punisher Mode، هذا الأسلوب يغير من حركة كلاود يخليها أبطأ، لكن ضرباته في السيف مداها يصير أكبر وبنفس الوقت أقوى تأثير، ويصيب الأعداء بالدوخة بشكل أسرع. نظام الماتيريا اللي اشتهرت فيه اللعبة يرجع من جديد وتم توسيعه أيضا. لأي شخص ما يعرف إيش هي الماتيريا، فهي بلورات تضيفها على سلحتك والإكسسوارات الخاصة بالشخصيات، وهالشيء يعطي هذه الأدوات خصائص إضافية منها السحر. في الريميك تم إضافة الأكشن ماتيريا، إذا فعلت واحد منهم على أحد أسلحة الشخصيات فهذا يضيف لك ضربة أو حركة جديدة. مثلا كسبت أكشن ماتيريا خلال لعبي، ولما ركبتها على سلاح كلاود صار يضرب ضربة قوية إذا استخدمت زر التفادي وعطيت ضربة بعدها. هذه النقطة غيرت من أسلوب لعبي وشجعتني على دراسة حركة الخصم وتفادي ضرباتهم، وبكذا أعاقبهم بهذه الضربة. هذه النقطة تفتح المجال في تكوين أساليب مختلفة للعب بشكل كبير، تخليني متشوق لمعرفة أنواع الأكشن ماتيريال الجديدة المتوفرة باللعبة. نرجع الآن لأحداث الفصل الأول. بيرت انضم لفرقتي وأعطى تنويع جيد لي، لأنه بيصير لك الحرية تتنقل من بين كل الشخصيات المتوفرة لك وتتحكم في أي واحد تحب. بيرت شخصية تستعمل سلاح ناري، فكان تواجده مفيد ضد الأعداء اللي يطيرون أو ما تقدر توصل لهم بسهولة وتقرب منهم. مع انضمام بيرت وتقدمي من غرفة إلى ثانية، وصلت إلى مفاعل الماكو وسويت مهمتي وحطيت القنبلة، ومن هنا بدأ أول قتال زعيم في اللعبة مع العقرب الآلي. العقرب الآلي كان قتاله جدا سريع في اللعبة الأصلية، لكن هنا خلوه شيء رهيب وأكبر من قبل. هنا نقاتله باستخدام كلاود وبارت، وطبعا اول شيء بتلاحظه انه في اكثر من جزء تقدر تضربه من جسد الزعيم. طبعا الفكره في القتال انك تحاول تعرف طريقه الزعيم وايش نقاط قوته وضعفه. مثلا هذا الزعيم من نقاط ضعفه الكهرباء، فممكن نضربه بضربات اللي فيها هذا العنصر. بعد فتره بنلاحظ انه يبدا يغير اسلوبه ويستخدم درع ويصد ضرباتنا. هنا لازم نعرف كيف نتصرف، ووقتها جينا من وراه وصرنا نضربه عشان نكسر الدرع. بعد ما تنقص نص قوته بيبدا يتفلت ويسوي حركات مزعجه جديده، منها ضربة قوية لازم نتخبأ وقتها خلف حاجز عشان ما تضربنا ونروح فيها. بعد قتال العقرب انتقلنا للفصل الثاني. هذا الفصل ركز على عوامل القصة اللي نعرفها من الجزء الأصلي. طبعا ما نبي نحرق عليكم القصة، فبنركز على الأشياء الثانية. هنا قدرنا أخيرا نتمشى داخل مدينة ميدغار الشهيرة ولو بشكل محدود، والسبب إن فجرنا محاول الماكو اللي سبب دمار مش بسيط للمدينة. والحين جنود الشنرة جالسين يدورون عننا، وإحنا نتمشى كلاود قابل كم شخصية معروفة. خلال هذه المشاهد استمتعنا بجودة التمثيل الصوتي واختلاف بعض الأحداث عن الإصدار الأساسي. الفصل الثاني كان نوعا ما قصير وفي كثير من المشاهد السينمائية، وأول ما خلصناها جو فصلوا علينا اللعبة ونقلونا إلى الفصل السابع، ومن بعدها إلى الفصل العاشر. طبعا رحنا للفصل السابع وانضمت لنا الشخصية الأيقونية تيفا. مهمتنا كانت تدمير محول ماكو جديد. لما قربنا من المحول واجهنا مجموعة أعداء جديدة، وهالمرة حولت تركيزي على إني أجرب تيفا. أسلوبها ينفع للقتال عن قرب، لكماتها وركلاتها كانوا خارقين،
وعندها عدد مختلف من المهارات الخاصة اللي تخلي الأعداء يدوخون بسرعة. بعد ما تأقلمت عليها ووصلت لقتال الزعيم الثاني وكان عبارة عن رجل آلي ضخم. طبعا قبل قتال الزعيم كان في جزئية في اللعب من خلالها قدرنا نقلل قوة الزعيم بأننا نحل بعض الألغاز وبالتالي نعطل بعض قدراته، مثل أننا نشيل سلاح من عنده أو شيء زي كذا. هذا القتال كان ديناميكي بسبب مواجهتي لهذا الزعيم في غرفة ضخمة لها ثلث جسور مرتبطة ببعضها البعض. خلال لحظات معينة بهذه المواجهة الزعيم بيفرق بين شخصياتك، وهذا يجبرك بشكل ممتع انك تبدل دائما بين ثلاث شخصيات في فرقتك وهم كلاود، تيفا، واخيرا بارت. وهذا الشيء اعطى احساس مميز لهذا القتال. طبعا ما تكون لعبة فاينل فانتسي بدون وجود الاستدعاءات او السامنز، وهي القدرة انك تستدعي مخلوقات خارقة تساعد في القتال. على عكس فاينل فانتسي 7 لما تستدعي السامنز ما راح تتحكم فيهم، لكن بتبقى تتحكم في احد الشخصيات فرقتك وراح تعطي الاوامر للسامنز عن طريق الكوماند منيو. خلال قتالنا استدعينا السامن الشهير لفايثن اللي يتميز بالضربات الكهربائية، وهذا ساعدني انهي على الزعيم الالي بشكل مرة سريع. الوقت مر بسرعة خلال لعبي ووصلت الى اخر فصل من التجربة وكان هو الفصل العاشر. هذا الفصل كان فيه قتال ضد الوحش المجاري ابزو. مواجهته اعطتني واحدة من اكثر لحظات القتال حماسا لسببين. الاول هو أي ضربة يرميها علي الوحش أقدر تفاداها. السبب الثاني بعض التفاصيل الصغيرة المؤثرة، مثل تركيزك بضربات مختلفة على أبزو يسمح لك بشل حركته بشكل كامل. تواجد شخصية جديدة في القتال وهي إيريث لعب دور مرة مهم، لأني عن طريقه استخدمت السحر ناري بشكل مستمر حتى خليت أبزو يحترق، وبكذا توقف عن الحركة وكان يحاول يطفي النار اللي على جسمه. من هنا استغليت الفرصة وفعلت الحركات الخارقة اللي اسمها الليمت لكل الشخصية. بصراحة مرة تحمسنا مع اسلوب الاكشن في اللعبة، وكان تغيير نحتاجه بعيدا عن الاسلوب الكلاسيكي لالعاب الاربيجي اليابانية. ما ادري عنكم، لكن هل تشاركونا الحماس بعد ما شفتوا كل المقاطع الجديدة من اللعبة؟ لا تنسوا تشتركوا بالقناة اذا تحمستوا معنا وعطونا لايك على الفيديو. لعبة فان فانتسي 7 ريميك بتصدر بشكل حصري مؤقتا على جهاز البلاي ستيشن 4 في 10 ابريل من 2020، وبعدها بسنة ممكن نشوفها على البي سي او يمكن الاجهزة الثانية. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.